للمزيد حول رد البنتاغون ينضم إلينا مراسل الحرة في وزارة الدفاع الأمريكية جو تابت. جو أهلا بك، تفاصيل أكثر حول رد البنتاغون على التحذير وما صدر من إيران. بيرتا، وزارة الدفاع الأمريكية سارعت على الفور بالرد على هذه التصريحات التي صدرت عن قائد البحرية في قيادة سلاح الثورة الحرس الثوري الإيراني. في الواقع البنتاغون أكد بأن هناك معايير واتفاقات دولية ترعى الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وقبل أن تقدم أي دولة وتحديدا إيران على تهديد إغلاق مضيق هرمز، هناك تذكير من قبل البنتاغون، وهذا ما قالته المتحدثة باسمه ريبيكا ريبريتش، بأن لدى القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة مهمة أساسية، وتحديدا مهمة الأسطول الخامس الأمريكي ومقره في المنامة البحرين، ألا وهي حماية أمن الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. ريبريتش ذكرت بأن الاتفاقات الدولية تعتبر بأن مضيق هرمز هو من أعالي البحار من المياه الدولية، لذلك فإن لا أحد من الدول المحيطة أو الدول الساحلية المحيطة به لديه الحق بغلقه. ذكرت أيضا بأن لدى القوات الأمريكية وحلفائها، وهي تعني مجلس التعاون الخليجي، الخطط العسكرية اللازمة لإبقاء حركة الملاحة البحرية التجارية والعسكرية سارية وبشكل طبيعي عبر المضيق باتجاه المياه باتجاه الخليج العربي، وأيضا خروجا من الخليج العربي. إذن هذه التهديدات بحسب مصدر عسكري أمريكي هي تهديدات دأبت واشنطن على سماعها منذ عقود طويلة، وهي تعلم وإيران تعلم بحسب هذا المصدر بأن الإقدام على مثل هذا الفعل سيرتب نتائج عسكرية كارثية على إيران، وهناك سفن حربية أمريكية حوالي أكثر من 200 سفينة من متوسطة الحجم وصغيرة الحجم، وأيضا حاملات طائرات متواجدة في هذه المنطقة ولديها القدرات العسكرية على مواجهة أي تهديد إيراني. شكرا لك جو تابت على كل هذه التفاصيل من البنتاغون.